يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يفعل من تعلق قلبه بشيء من المعاصي فما أن يتوب إلا وتراه يرجع إليها مرة أخرى؟ يبتعد عن الأسباب التي تغريه بالمعصية، قد يكون له جلسة سيئين، قد يكون ينظر إلى الفتنة، ينظر إلى النساء، يبتعد، قد يكون ينظر في الفضائيات والإنترنت، يبتعد عن الوسائل هذه، إن شاء الله ينقطع عنه هذا الأثر في قلبه من تعلقه بالمعاصي، يبتعد عن أسبابها. نعم.